لانفيتي <applause> نحكيو على الشركات الاهليه نحكيو على الاقتصاد الاجتماعي التضامني مع المختص في هذا المجال الاستاذ لطفي بن عيسى استاذ الجامعي مختص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مسيو ايكونومي سوليداري سوسيال سي لطفي <applause> <ماجهة من قدمك> <تصفيق> <تصفيق>

انها تكون حدث استاذ لطفي بن عيسى تخدم كيفاش تخدم نتاعهم يعني هذوما الشركات هذه ينجموا يعيشوا ينجموا ينجحوا هذا الكل خلينا نفسروه خلينا نقولوا للناس هل انه الشركات الاهليه تنجم تكون هي من ركائز الاقتصاد التونسي نعم ام لا وما الفرق ما بين الشركات الأهلية والاقتصاد الاجتماعي التضامني شكرا على الاستضافة تحياتي لمستمعي شمس فهم إذا الموضوع حارق يعني في علاقة أيضا بالخيارات يعني السياسيه لاصحاب القرار احنا مؤخرا تمت تم تم المصادقه على دستور دستور 2022 اللي نذكره أنه في الصياغة الأولية اللي قدمها يعني الأستاذ صادق بلعيد اللي كانت تتضمن يعني باب كامل يتعلق بالاقتصاد صحيح ولمدة يعني الأستاذ بلعيد يعني يأكد على أنه الخصوصية نتاع الدستور هذا وأنه بش يعني يعني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن مش تكون حاضرة منذ الفصل الأول وفعلا الفصل الأول كان ينص على التعايش بين ثلاث قطاعات القطاع العمومي القطاع الخاص والقطاع التعاوني المقصود به الاقتصاد الاجتماعي والتضامن ما نعنى الا في الصيغه النهائيه ورغم التنبيه يعني ما بين يعني النص الاول المنشور والتصحيحات اللي اللي تمت فيما بعد على انه راه ثم اسقاط لقطاع كامل واعد يعني بصدد التشكل و من بعد يعني مقومات نتاعو و يعني و يعني كيف انه قطاع يعني واعد بالنسبه يعني لتونس والاقتصاد في التونسي معناه انه في الصيغه النهائيه يعني يتم يعني استبعاد واضح لهذا القطاع <applause> يعني من في الموتور لا بروميير موتور نتاع الكونستيتيوشن اللي قدمها العميد بلايد كان التركيز على الاقتصاد مبني على الخاص والعام التعايش ما بينهم الثلاثه في, في يعني السيرني هي إيه؟ اللي تويكا يعني تقول هذا خيار هذا خيار انا انا بالنسبه لي يعني هذا خيار وباش مش نشوفوا انعكاساته على مستوى الاداء الحكومي لانه أه يعني القانون تم المصادقه عليه يعني وقتاش يعني منذ 2020 يعني فاتوا سنتين والحكومات المتعاقبه كلها كل مره نذكر بضروره إصدار الاوامر التطبيقيه المتعلقه بهذا القانون اليوم هذا القانون هو حبر على ورق طالما انه الاوامر التطبيقيه فهمتني ما متقاش طريقه فهمتني وانا ما بين قوسين راهو هناك النصوص اللي جاهزه منذ فمت صائفة 2020 يعني لانه القانون نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن ضبط رسلمة بالنسبه لبعض الاوامر خاصه في متعلق بالعلامه علامه لو لابيل اساس هذاك المفتاح المدخل اللي باش ندخلوا به ليكو سيستيم نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن واللي باش يعطينا ما مكاننا باش اللي كل مكون مخرط في هذه المنظومة باش يعني ينتفع بالامتيازات مالية وإجبائية وغيرها من 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 بعد في بالنسبة لآليات التمويل فهمتني وحتى على مستوى يعني الإحاطة والمتابعة هي خلينا ننطلقوا نعاودوا نرجعوا للفلسفة نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الفكرة الفلسفة شنية في نهاية المطاف؟ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبني على مبادئ اللي هي مواد كونية باش نلقاوها في كل التشريعات المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامن في كل البلدان سواء كان في الغرب في الشرق في الشمال في الجنوب وهي يعني نقصها في في, في زوج مبادئ اساسيه اولا اولويه الانسان على راس المال وقت نقولوا اولويه الانسان على راس المال نقصد بذلك يعني ال يعني لا نستبعد راس المال بل يعني يعني نحطوه في الموقع الحريبي اللي هو وسيله وليس الغايه، الغايه, الغاية هو الانسان هو المجتمع الاقتصاد اذا هو في خدمه المجتمع وليس العكس يعني لا نضحي بالمجتمع لا نضحي بالفرد لا نضحي بالطبيعه من اجل الربح هذه هي الفلسفه القائمه قائم على معادله اللي هي تربط بين يعني الـ الـ البعد الاقتصادي من حيث المردوديه والبعد يعني الاجتماعي والتضامني يعني اللي هو في هي الإنسان. وإحنا. نشوفوا كونه هل الاقتصاد هذا يعني ينتعش في, في في الازمات لانه وقت يعني تـ تـ تنسدد الافق بالنسبه فهمتني السياسات التنمويه يعني التقليديه اه يظهر فهمتني هذا الاقتصاد بقوه يعني افيك اون فورس دو ريزيليونس يعني وشفناه في ازمات يعني في اوروبا يعني 2008 2009 يعني اللي الازمه تفكروها السبرايفز وتداعياتها اللي الاف مؤسسات فهمتني عاصت بها الازمه هذه باش نلقاو فهمتني التعضديات كمكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الصامده يعني في بلدان كما يعني اسبانيا كما فرنسا كما ايطاليا اذا المعادله اللي يقوم عليها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي مفقوده في الحقيقه سواء في القطاع العمومي ولا في القطاع في الخاص كيفاش؟ القطاع الخاص بالنسبه ليه الربح هو في الاساس ويعني المردوديه هي في المتنية المقياس الاول والاجتماعي هو في الوسيله يعني الراسماليه المتوحشه في ان شفنا أن الاثار نتاعها في على مستوى في دمار البشر وكذلك دمار الطبيعه واحنا نعيش في اليوم لكن لو الانتاجيه فهمتني المفرطه لكسي دو برودكسيون واللي هي لو كورولير نتاعها شنو هو؟ هي لو كونسيميريزم سيتادير انت انا ننتج لك يعني فوق الحاجه نتاعك حاجات لا حاجه لك بها ولكن نفرض عليك وباش تستل... باش تستهلكها وعندي وسيله المتركاج فهمتني بيبليسيتير اللي ما كني فهمتني بذلك. ذلك وهذا هو فهمتني الواقع اليوم اللي عايشينه هذا بالنسبه للقطاع الخاص وهوروزمون

يعني بالمردوديه فهمت من ولا اجل ولا دونك نلقى مؤسسات عموميه فهمتني آه عاجزه لانه فهمتني تدب فهمتني فوق الحاجه لان فهمتني لا يعني الحوكمه نتاعها فهمتني متخلفه لانها يعني ما تقراش حساب السوق و الدوله آه تو هي تعمل ليكيليبر فهمتني بال دونك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني احنا لا اللي يكونوا باش يولي في حجم القطاع العمومي ولا في حجم في شي نافس فهمت لي جروب ايكونوميك في, في البلاد لا هو يعني يراهن على التموقع التموقع بالحجم فهمتني اللي هو اللي يستحقه من اللي هو اليوم راهو يعني في تونس هامشي ولكن يعني عنده مقومات اذا كانت تتوفر له ومش نجيوها يعني باش يولي يكون يعني يساهم

دي, دي جروب دا شاف فهمتني اللي هما فهمت ماك تعرف احنا تو عاودنا حاطين الاطار باش نحطوا هذا في علاقه بالشركات الاهليه اللي برشا ناس تحثوا عليها فما الناس اللي يقول لك الاقتصاد نتاعنا باش يتغير راسا على عقب وباش ننجحوا بها الشركات الاهليه بينما فما الراي المقابل يقول لك رجعنا للسبعينيات ورجعنا للتعاضديه وهذايا النظام السوفيتي اللي دخلنا فيه ومش هكا باش نلقاه نلقاو حل للاقتصاد التونسي. هو يعني صحيح هناك يعني قراءات قراءتي الخاصه هو لاني منخرت يعني بصفه مطلقه فهمتني في هذا يعني في هذا الخيار يعني على حاله ولا رفض يعني بصفه مبدئيه يعني الشركات الاهليه هاتنا نتعاملوا معها ببرد يعني avec <applause> يعني لا فوادور فهمتني دو لا ريزون كما نقولوا فهمتني أنا التمشي اللي مشيت فيه هو أن النصوص نص القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمرسوم الذي أحدث هذه فهمتني هذا الصنف الجديد للشركات وكذلك القانون النظام الأساسي فهمتني اللي يعني بين قوسين يعني النصوص التطبيقية المتعلقة بالمرسوم الشركات الأهلية في تم إصدارها في وقت قياسي في حين دي اليوم ننتظر الاوامر التطبيقيه في المتن تاع القانون الاقتصادي الاجتماعي وهذه في المتن اشاره الى ميساج بوليتيك في المتن هام لانه في بدايه الاسبوع هذا انا استمعت لوزير التجاره وزير التشغيل اللي هو في نفس الوقت الناطق الرسمي باسم الحكومه وهو العنوان الرسمي الى حد الآن للاقتصاد الشماعي والتضامن يعني الملف يعني حسب م. القانون يعني لانيتي يعني هي يعني كانت باش تاخذ الدور في التنميه المؤسسه العموميه اللي هي باش تعنى بالجوانب الفنيه يعني في الاقتصاد الشماعي والتضامن وهي يعني تتم تاعها وزاره التشغيل. بالضبط. آه وزير التشغيل يحكي على في الاوامر التطبيقيه يعني لانه فهمت اي آه راهو جاهزين ثم بعض الاشكاليات في افق من هنا لاخر العام ولا في بدايه السنه القادمه يعني تو نبداو في اصدار في من تاني هذه الاوامر يعني حقيقه إن المساج انا لا يطمن ولكن ب... في نفس الوقت بعد الفاصل قلنا علاش المساج لا يطمن وشنو اللي في نفس الوقت يطمن شمس استناونا مع على عبر نهار الخميس 6 اكتوبر في منوبه مع سنوفي عبر على وجيعتك لطفي بن عيسى الكلمة عندك قلت ميساج بوليتيك ما طمنش كيف عرفنا السرعه اللي تعاملت فيهم الشركات الاهليه هذه وان الاوامر الترتيبيه باش تنزل بكل سرعه ولكن قلت في المقابل نكون يكون حاجه ايجابيه في نفس الوقت يعني انا نحكي على التذبذب يعني في مستوى رئاسه الحكومه رئاسه الدوله فهمتني وضحت الان في مستوى الحكومي هناك تذبذب يعني الموقف يختلف من وزارة التشغيل ووزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة الاقتصاد والتخطيط منكب منذ شهر مارس على إعداد مخطط ثلاثي للتنمية 23 24 25 وأن يتم تكوين العديد من اللجان إلى لجان 24 يعني لجنة جهوية هناك لجنة قطاعية منها لجنة خاصة ديجي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن والتمشي اللي مشيت فيه هو التشاركي باعتبار انه يعني الاطراف الاجتماعيه الاساسيه ممثله فيها وانا شخصيا ومثل تحت عام تنصي الشغل في هذه اللجنه. بدينا الاشغال منذ شهر فيه وانتهينا الى ورقه يعني فيها جانب يعني تشخيص لما انفونتير يعني اللي يعني ما تم انجازه من 2016 ل 2022 بما فيها يعني المخطط الخماسي في اللي هو كذلك النص على الاقتصاد الاجتماعي كرافض من من روافد التنميه ولكن ما صار شيء والمستقبل خاصه يعني بالنسبه للثلاث سنوات القادمه وبدء الأسرع بتفعيل يعني القانون من خلال يعني الاصدار العمر الترتيبيه هذا ميساج يعني يطمئن <applause> وانا شاهد على ذلك باعتباري في مثل وبالنسبة للأوامر التطبيقية أنا قلت في أن هناك أوامر جاهزة لأن أنا الطرف في تحريرها يعني العلامة يعني خدمنا لين نهارا في الصيف يعني باش احترمنا باش نحترم الشهرين القانون أعطانا شهرين منذ صدور القانون لإعداد الأمر هذا وتم إعداده وعرضه على مجلس وزاري لحكومة الفخفاخ في آخر مجلس وزاري ولكن يعني لليوم يعني بعد صار ما صار في على المستوى ما صار الحكومي لليوم اذا ننتظر نرجع طريقة للمقارنه انا ما يعني شركة أهلية الشركات الاهليه, الشركات الأهلية و... بقطع النظر عن اقتصاد ال... بقطع النظر عن يعني الخلفيه الايديولوجيه مم. والسياسيه لل اصحاب القرار سواء في قرطاج او فهمتني في في الحكومه وفي الحكومه يعني المطلوب من رئاسه الحكومه ان اربيتراج يعني لانه سيء يعني اليوم اعطينا فهمتني اعطينا فهمتني الصحيح شنو هو الصحيح اللي تحب تعرفه؟ يعني هل درا الحكومه تراهن على هذا القطاع او عندنا فكره نتاع تعطيل يعني اصدار الاوامر يعني التطبيقيه م. أو يعني أو فهمتني الاصدار نتاعهم في نفس الوقت باش نعطيو مهله للشركات الاهليه باش فهمتني تبرز فهمتني كبديل له هنا نحب فهمت الامور فهمتني في الوضوح تام باش كل واحد يعرف يعني مسؤوليته وين يعني, يعني اليوم جاوبونا كحكومه على خياركم على خياركم يعني <applause> دونك لا دونك لابيتراج على الاقل على مستوى فهمتني على مستوى رئاسه الدوله فهمتني وضحنا الامر بالنسبه إذا اللي كان نشوفوا احنا تيماتيكمون يعني من من باب لاخر من موضوع فهمت الاخر على مستوى التعريف مش نلقاو تطابق كلي ما بين يعني التعريف الاقتصاد الاجتماعي والتضامن والشركات الاهليه من حيث ايش؟ نحكيه على ذوات معنويه دونك خرجنا كل المشاريع الفرديه ماهيش معنيه نحكيو على النشاط الجماعي، هنا دون كوليكتيف، يعني سي, سي تري بيان، هنا سو لا ميم ليني، نحكيو على الانغراس الترابي، لونكاج تريتوريال، دونك هنا كيف كيف يعني هنا حتى في علاقة بالأهداف التنموية، يعني هناك ترسيخ لمفهوم الاقتصاد القرب مم. اللي هو هذه الميزه نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وهناك تاكيد لذلك يعني في المرسوم يعني الـ الـ الشركات الاهليه هنا الخلاف احنا تو نشوفوا شنو هي نقاط التقاطع وشنو الاختلافات وبعد تو نعطيك الكونكلوزيون نتاعي يعني انا بالنسبه فهمتني لل شنو النتيجه نتاع المكافحه ما بين النصين هناك يعني خاصيه يعني تميز بها قانون الشركة الهلية هو التصرف في الأراضي الاشتراكية إيه يعني ان بروبليم كبير ياسر لأنه حتى في, في التسويق الشركة الهلية شفن شفنا كيف أن أن رئيس الدولة نزل بكل ثقله في يعني دار شعبان باش يعني يعطي يعني نقطة انطلاق يعني المشروع يعني البديل يعني الشركات الاهليه انطلاقا من عملية التصرف في الأراضي في هي غابة في مدر اللي حتى بالنسبة للساهرين على إداراتها الحالين والمحتملين يعني الحالين هو يعني مجلس مجمد. التصرف والمحتمل يعني المستقبلين هي ش ش الشركة الأهلية في اللي هي بصدد ال التكوين التكوين يعني ما مش عارفين حتى يعني هل الأرض هذه الفلاحية الغابة هذه شنو هو فهم تن ستاتي جوريديك نتاعها يا ارض فهم تن تبع الاراضي الدولية او هي اراضي أه. اشتراكيه دونك ثم حتى غموض ويعني في انتظار توضيح النقطه هذه هات يعني راهو شركه اهليه يعني هي هي ستدير يعني على مستوى لا غوفرنس <applause> والاستغلال هو موكول في متني اللي آه ناس بون دونك هذه زيد تطرح اشكي مشكل على ناتور لانه على يعني الاراضي الاشتراكيه فهمتني هو القانون 64 هو نص عليه وقت تاميم الاراضي تفكر فهمتني جاء 2017 2016 صار تنقيح للقانون تنقيح للقانون يعني لتوفير يعني ان يعني باش الحوكمة يعني المعضلة نتاع الشركات نتاع الأراضي الاشتراكية الأراضي اللي هي الملكية نتاعها جماعية يعني والنسبة لها بأسامي نتاع عروشات باش تتحول إلى خاطر وهذا شيء يعطل لأن يعني ال ال ما تنجمش الأراضي هذيك تستغل ما تنجمش لا تبيع لا تكري لا تشل لا تنجم تقدمها رهن باش تاخذ فهمت ثاني الأراضي عشية كما يقولوا عشية دونك كيفاش باش تولي يعني تدخل في الدفاتر في العقارات الفلاحيه وتولي باسم زيد وعمر وقتها فهمتني تتحول تخرج من لو ستاتيو نتاع شركات ثانيه اهليه شركات اراضي اشتراكيه وتولي تدخل فهمتني تولي فهمتني اراضي يعني خاصه خاصه فهمتني والفكره آه، سي لطفي بن عيسى والفكره انه يتجمعوا مجموعه من الاشخاص اللي كل واحد يملك اون بارسيل من الارض هذيك اللي فيها 100 200 300 500 هكتار انهم يتجمعوا مع بعضهم لي يعملوا شركه مع بعضهم كل واحد يعني يملك تريف من الكابيتال نتاع الشركه هذيك ومن بعد المرابيح يتقسموها هذه هي يعني الفكره ما بصفة عامة لا هم مش ندقلوا هم يعني وقت نشوفوا فهمتني وقت نقارنوا أه؟ نزيد نفهم اكثر على خلاف فهمتني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعني اللي هو نص يعني على استيعاب استراتيجيا يعني القطاع الموازي يعني هذا الشركات اللي فما قطاع موازي حتى في لا هذا شاهد. على خلاف يعني هذا يعني الشركات اللي تنص على الاراضي الاشتراكيه وهذا لا تنص عليه يعني الـ لا ينص عليه الاقتصاد القانون في حين في حين انه يعني الاقتصاد الموازي حاضر فهمتني في, في يعني الاستراتيجيه نتاع لو لاستيعابه فهمتني الاسهام في استيعابه مم. في يعني الايكو سيستيم نتاع الاقتصاد الاجتماعي والوطني من حيث المبادئ يعني حكينا عليها مبادئ كونيه موجوده فهمتني لقيناها ريبريز يعني الكل دي, دي. دي ثم فارق فهمتني بسيط هو انه وكنت تحكي عليه انت تويكا هو بالنسبه للمساهمه يقول لك الشركات يعني الاهليه تساهم بسهم واحد يعني ان كابيتال دو ديميل دي ميل يعني دينار يتنجم يكون المساهمه نتاعك يعني بخمسه دينارات وما عندك دي ما عندك حق كان في سهم واحد اذا كان فهمتني كل ال... واحد عنده الحق كان في سهم كان في سهم واحد يعني سا 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 على عكس مثلا الشركات يعني مكونات الدوم الاقتصاديه نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن كيما تعاضديات ولا شركات تعاونيه خدمات الفلاحيه سي ان كابيتال فاريابل اي سي دي سوسيتير فهمتني زاد كيف كيف فهمتني مؤسسات ذات راس مال يعني متغير ويعني اشخاص متغيرين دونك ثم فهمتني الوغ كو بالنسبه للشركات الاهليه ثم فهمتني قسم ملو عندك حق في سهم فهمتني وشكون يقرر عدد الاسهم؟ شكون يقرر؟ في الشركات الاهليه في التصور هذاك آه ثم حد ادنى مم. هو 50 اه سامحني اه الكابيتال آه آه اثنين باش كل مش نطرح زاد على السؤال الزوز آه. هو الحد الادنى في راس المال هو 10000 دينار بالنسبه الشركة الاهلية للشركه الاهليه اللي تنشط على المستوى المعتمديه و الف دينار بالنسبه للشركه الاهليه التي تنشط على مستوى الولايه. داكور. وبالنسبه للزوز يسمى الحد أدنى من حيث العدد هو 50. 50 واحد 50 مواطن ولكن انا شيرك. سمعت اني نحكي على الالاف من الالاف يعني المشاركين دونك يعني مشاركين. دون يعني هنا <applause> نفهم يعني كأن آ... الشركه هذه نقولوا احنا ملك المجموعه اللي تسكن في, في, الع... في العرش فهمتني الفلاني هو في فهمتني باش خرط في كان على أيه؟ منطقه من العرش هناك تاكيد في بالنسبه للشركات الاهليه على منع كل نشاط سياسي ومنع جمع التبرعات هذا هي فهمتني يحسب لي تويكا طيب بالنسبه للتكوين والاشراف هنا بالنسبه للتكوين ثم يعني ليميتاسيون سي ما يدخلوا في الشركة هذه إلا الأشخاص الطبيعيين دي بيرسون فيزيك ألوك بالنسبة لو اس اس الاقتصاد الاجتماعي والتضامن مثلا الشركات التعاونية خدمة الفلاحية ولا لي دو جينيرال يعني تنجم تكون أشخاص طبيعيين تنجم يكون أشخاص طبيعيين ومعاهم معاهم فهمتني ذوات معنوية شركات ولا تنجم تكون شركات فهمتني معنوية ذوات معنوية واحدة بينما الشركات الأهلية ما نجم تكون كان أشخاص أشخاص طبيعيين أكثر دونك هذايا فهمتني بالنسبة لل والاشراف هنا بور فير فيت مرسوم الشركات الاهليه خذا قانون 2005 متعلق بالشركات التعاونيه للخدمات الفلاحيه اللي هي اللي نو نوفيل نوميناسيون تاع يعني التعاضد. داكور. 2005 حبينا نسيو في التعاضد عاودنا كلمه, كلمة هك... باربع كلمات فهمت <applause> <applause> دونك باش و اليوم يعني ل... ليتا ديسبري نتاع الفاعلين ل... ل... في في المجال هذا يقول لك احنا نسترجع في المصطلح هو التنقيح القادم فهمتني باش يرجع التيرم كوبيراتيف اللي هو فالوريزي على المستوى العالمي يعني 2012 كان يعني الامم المتحده سنتك سنه التعاضد سي لاني دو دي كوبيراتيف واحنا فهمتني اصدقائنا في اوروبا مش فاهمين هالملاز اللي عندنا فهمتني مع أيه. مع, مع الشركات ال خذا أيه. دونك يعني النص خذا الحوكمه وعلى مستوى الاشراف على مستوى الحوكمه يعني يرجع للشركات التجاريه مم. دونك اون نا... كوفرنونس دو درا نا... كومان فهمتني الجلسه التاسيسيه جلسه عامه تاسيسيه ثم في جلسه عامه عاديه مم. لي يعني لي يعني وينتخبوا 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 آه مجلس مم. اداره وعندنا جلسه عامه آه خارق العاده وقت اللي ثم تنقيح للستي ولا الزياده في في راس ما عدا ذلك على مستوى الاشراف هنا روبري افيك دي ديفيرونس يعني مينيم بالنسبه لسلطه الاشراف يعني لشركة الاهليه الوالي هو اللي يشرف على الشركه الاهليه الجهويه مم. وعفوا الوالي يشرف على الشركة الاهليه المحليه اللي تنشأ على مستوى المعتمديه ووزير الاقتصاد والتخطيط يشرف على الشركه الجهوية اللي اللي الاهلية. الاهلية في المقابل عندنا الشركة التعاونية خدمة الفلاحية اللي وقت نحكي على الاقتصاد الشبعي والتضامني يعني الـ 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 الأساسية الأساسية الاس ام اس دو باز يعني شركة تعاونية خدمة الفلاحية الأساسية تنشط على مستوى الجهة ويعني السلطة الإشراف نتاعها هو الوالي وعندنا مركزية اللي مم. تنشط على مستوى البلاد ككل داكوغ اللي تنشأ على المستوى هذيك الاشراف نتاعها وزير الفلاحه وزير يعني الماليه يعني تلاحظوا اللي على مستوى الشركة الاهليه النشاط يقف على مستوى اجهه ما ثماش يعني هيكل ما ثماش شركات اهليه مركزية تنشا على مستوى الوطن وهذا الترسيخ للمنطقة المحلي في ميدان بقى مازال <applause> <بالنسبة> عندنا دقيقتين <applause> كان فما إضافه تحب تقولها <applause> <اتفضل علمصر> التمويل باش <applause> فوالا التمويل والفيابيليتي بالضبط هذا هو يعني نقطة الضعف الأساسية بالنسبة للشركات الأهلية واللي بالنسبة لي فهمتني هي يعني المفصل القانون لا ينص على آليات تمويل خارجي ينص يعني على التمويل الداخلي يعني من خلال المساهمات يعني في ولكن يربط يعني التمويل نتاع المؤسسات هذه بالصلح الجزائي اللي هو فيما عليه مرسوم الصلح الجزائي كيفاش؟ الصلح الجزائي الفلوس اللي باش يلمها ترصد في صندوق يعني لدى وزاره الماليه الصندوق مش في الكونكور اللي ناخذوا منه 20% ونصبوهم في في الدوني كونت نتاع المجالس المحلي البلدي والبلديه تدخل بهم كشريك في يعني الشركات <applause> الاهليه يعني شوف هالدور ساعه هذا هذا من ناحيه هل درا فهمتني هل الفلوس هذه اللي باش تجينا من من الجزائر من, من ساعه اليوم ما عندناش اليات وهالكاس هذا باهي اليوم فهمتني مليان ما انا نمشي نص نشرب منه في رمزي حتى فهمتني يفرغ هو قلت يفرغ فهمت مش نشرب دونك ناقف نعطش هو حتى نموت دونك يعني الور كو الاقتصاد <applause> الاجتماعي والتضامني القانون تاعو ينص على اليات يعني قاره بنوك تعاضديه دي جي للقطاع فهمتني اللي هما يعني لي لي كوبيراتور يكونوا في يعني او أس... ميم طون اسوسي اي كليون دي سيت بونك سي تي بونك توتالمون <applause> ديدي <applause> وفي ايطاليا يسموها بانكا ايتيكا يعني عندها بعد ايتيقي يعني لان الغايه نتاعها ماهيش الربحيه هو تشتغل بنفس مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامن في الاثناء عندنا خطوط تمويل خصوصيه لدى نص عليها القانون بالنسبه للبنوك التجاريه والبنوك العموميه دي ديال لو اس اس افيك دي فون دو غارونتي يعني الشركه يعني يعني فما شموليه في التصور ايه تحب التص... يعني تقول التص... استراتيجي هذو ما كما كنت تحكي وحنا قبل ان فيغيتابل ايكو سيستيم اوتور الشركه على اليتامي ولكن ثم زاد جانب مؤسساتي ثم ثلاثه مؤسسات مؤسسه عموميه فهمتني

اذا كنت تحب تعيش وتربي الريش كما يقولوا نقبلوها اليوم بحشيشها بريشها ومن بعد حتى احنا شفنا الشركه الاهليه الشركه التعاونيه خدمات في الحي ونيفو لا تيتيل سا بروبليم تاع للديريجيزم دونك موجود يطرح المشاكل هذه في على الطاوله وعندنا ندمجها فصل في في الاقتصاد الاجتماعي التضامن بنا طريقه اضافه مطه في الفصل الثاني من قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن اللي يقول لك بعد ما قام بجرد كل مكونات الحالية قال وكل ذات معنوية يحدثها القانون المشرع يعني وتنسجم وت... يعني مع مقتضيات هذا القانون اذا يعني مرحبا نزيد مطه نحطوا الشركات الاهليه وانتهى يعني الكل مربوط في مطه مربوط في مطر, مربوط في مطر. شكرا لك استاذ لطفي بن على كل ما قدمته على كل هذه الاضافه والحقيقه فهمنا اكثر برشا كيفاش لو فونكسيونمون تاع الشركات هذه ان شاء الله في لقاءات قادمه شكرا لك